قال العليم الحكيم: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال تعالى، هذا الشاهد السابق في سورة هود، وقال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، في سورة الحاقة. وقال تعالى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا في سورة هود. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، سورة فصلت. وقال تعالى: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، سورة غافر. وقال تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين، في سورة يوسف. وقال تعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أيضا في سورة يوسف. وقال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. أيضا ملاحظة أتت في ذهني الآن، أسجل هذه الملاحظة، أقول لذوي العقول، لمن يدعي أنه يمتلك العقل، ممن يتحدث بالعقل، ممن يتقمص أنه عاقل ومن العقلاء، خاصة أتباع المنهج التكفيري، أصحاب منهج المغالطات ومنهج الالتقاطية والتشويش والتشويه والمجادلة والمغالطة، الجهال المكفرين للمناطق ولأهل الكلام وللفلاسفة وللعقل والعقلاء، وبعد هذا يتحدثون ويدعون أنهم عقلاء وأن الدليل والبرهان والكلام يتأصل ويتأسس ويعتمد على استحسانات وآراء عقلية يأتون بها من هنا ومن هناك بآراء واستحسانات واهية جدا. أقول طالوت، جنود طالوت عندهم معركة، عندهم حرب، عندهم قتال، عندهم عدو، عندهم تجهيز، عندهم حالة انذار، عندهم مسير، عندهم تدريب، عندهم هجوم، عندهم دفاع، عندهم معركة، عندهم اقتحام، ويوجد نهر. هل يوجد من يأتي بجواب لماذا منعوا من شرب الماء؟ لماذا جيش وماء؟ وجود الماء وعدم وجود الماء ممكن أن يترتب عليه النصر والهزيمة، النصر أو الهزيمة. الماء سلاح في المعركة، ممكن أن يحقق النصر، ممكن أن يقلب النصر هزيمة ويقلب الهزيمة إلى نصر. لماذا يمنع هؤلاء من شرب الماء من هذا النهر؟ لا نعلم. الحكمة الله أعلم بها، العلة الله أعلم بها. على الجندي الإطاعة، على المكلف الإطاعة، على العبد الإطاعة. لا يدخل هنا التفلسف والمغالطة والسفاهة، هذا أمر الله، هذا هو كتاب الله،
هذا هو قرآن الله، هذا هو كلام الله، نسلم بما جاء. ما هي الحكمة، ما هي العلة؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بها. إذن هذا هو الابتلاء، هذا هو الاختبار، هذا هو المحك في معرفة الإيمان الحقيقي. تسجد لآدم، تسجد لآدم، أما تعترض أيها التكفيري، سيأتي الكلام، سيأتي الكلام عن المارقة وعن الخوارج وعن كلاب وخنازير النار وأنجاس وأرجاس النار، سيأتي الكلام عنهم. هؤلاء الذين يعترضون إمامهم، قدوتهم، نبيهم، ربهم، إلههم، يعترض على النبي، على أحاديث النبي، على القرآن، على الآيات القرآنية، على المعاني الثابتة، على الضرورات، كما اعترض إبليس على قضية السجود لآدم. هؤلاء يعترضون على أمر الله، يعترضون على أحكام الله، يعترضون على قول النبي، على فعل النبي، على تبليغ النبي، على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك حاربوا حتى عنوان المهدي، حتى عنوان أهل البيت عليه الصلاة والسلام، فضلا عن محاربة علي سلام الله على علي وفضائل علي ومنزلة علي. إذن ماذا نفعل؟ ما هو الواجب علينا؟ التسليم للأمر الإلهي. إذن الطريق الأول أن نعرف تلك السبل التي تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو السبيل المؤدي إلى الله؟ أتعب، أجهد النفس، أبذل كل شيء وقصارى ما أستطيع من أجل أن أحدد وأشخص الطريق الصحيح، بعد هذا أسير في الطريق. إذن من أين أخذ؟ ما هو المنبع؟ ما هو الأصل؟ ما هو الرافد؟ ما هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن عليك أن تحدد الطريق وتعرف الطريق. اتعب، اجهد نفسك في معرفة الطريق، إنه طريق الآخرة، إنها الحياة الآخرة، إنه الخلود، إنه البقاء، إنه الجنة أو النار. بعد أن حددت الطريق وإمام الطريق والولي في الطريق، تتبع الولي، تتبع الإمام، تتبع العالم، تتبع المجتهد.